اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام دوست احباب سے میری اپیل ہے کہ میری بیٹی کے لیے، میرے دادا ابو کے لیے اور میری امی جان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس کے میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ میری بیٹی ہے، یہ میری دادا ابو جان کی قبر ہے، یہ میری امی جان کی قبر ہے. اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے.